أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، مرحباً بكم. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال ندوة صحفية عن مصادقة أعضاء مجلسها بالإجماع على قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح لعدة أسباب. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف قرية في ولاية بينو جنوب غربي نيجيريا أمس السبت إلى 30 قتيلاً، وأوضح المسؤول الإعلامي في الولاية ماثيو أبوه في تصريح صحفي أن مسلحين أطلقوا النار عشوائياً ليلاً في قرية آياتي، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة العديد من الأشخاص. تجتمع لجنة طوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء المقبل لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة وباء جدري القردة المتفشي في عدة دول إفريقية حسب ما أعلنت عنه المنظمة الأممية. خلفت الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولايات شمال السودان وفاة أكثر من 70 شخصاً وخسائر فادحة في الممتلكات وفق حصيلة شديدة، فيما تعرضت آلاف المنازل إلى الانهيار والدمار وسط تخوفات من غمر مناطق بالكامل تقع في مجرى السيول. نهاية أخبار إفريقيا، إلى اللقاء.